هتاخرنا جدا. انا عايز اعرف التاخير ده جاي من عندي مين. فعلا لسه بعتين ايميل ولازم نرد عليهم في اقل من 24 ساعه. كل حاجه هتكون كويسه ما تقلقش. ازاي ما قلقتش؟ الصفقه دي مهمه جدا بالنسبه لي. ان شاء الله هتكون من نصيبنا. ان شاء الله كل حاجه هتخلص النهارده. اما نشوف. لمستشفى طوارئ والحروق قصر العيني اللي كان فيه فريق متكامل في استقباله. استاذ بهجت عنده السكر واللي طبعا بيصاحبه ضغط مرتفع. بعد دخوله الاستقبال وعمل الفحوصات والاشعاعات والتحاليل اللازمه اللي على اعلى مستوى واستقباله في وحده السكته الدماغيه وفريق طبي لوحده الرعايه اللي بفضل الله قدر يحل المشكله واتنقل بعد كده للرعايه المركزه. مستشفى من طوارئ والحروق قصر العيني في خدمتك 24 ساعه وبالمجان. غرف عمليات للطوارئ، اشعه وتحاليل، اسرة للرعاية المركزة، خدمة طبية متكاملة. تبرعك لمستشفى الطوارئ 185 للقصر العيني هيرجع استاذ بهجت لحياته تاني ويكمل كمان صفقته اللي بيحلم بيها. تبرعك لمستشفى الطوارئ والحروق قصر العيني. تبرعك النهارده سندك لبكرة. اتبرع على حساب 190-190 جميع فروع البنك الاهلي المصري او جميع فروع البنك التجاري الدولي CIB. هذه الحملة بدعم من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الفقر، سرطان الجهل، سرطان المرض. وكما قامت الجمعية من قبل بالمساهمة في تأسيس وإنشاء مستشفى 57-357 ومستشفى 500-500 وتتعاون وتتواصل مع معهد الأورام القومي بصورة مستمرة فنيا وعلميا وماديا. تفخر الجمعية بأن تكون مساهمتها في دعم تنمية الموارد لمستشفيات كلية طب قصر العيني مدرسة الطب في مصر. علها أن تسهم في الدور الحيوي المستمر وترفع جزءا من العبء الكبير الذي تتحمله هذه المؤسسة العظيمة في رفع المعاناة عن شعب مصر. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.